لا يزال برنامج نبراس يؤدي دوره التوعوي والقانوني والاجتماعي لمرحلة الأحداث للطلاب المدارس الحكومية والخاصة. البرنامج يشمل محاضرات، يشمل في البداية حضور في جلسات المحكمة، حضور إلى قاعة المحكمة، ومن ثم اللقاء والتعريف بالنيابة العامة، وبعد ذلك محاضرة قانونية وأخرى اجتماعية. الطلاب يحققون فائدة ووعي من خلال حضورهم لهذه المحاضرة. لا زال برنامج نبراس في دورته التاسعة برنامجا توعويا متميزا راقيا يكسب الطلاب